إذا للوقوف عند استمرار الأزمة السياسية في العراق في ظل أزمة الانتماء وتصاعد الخلافات بين شركاء العملية السياسية، ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد الله سلمان. أستاذ عبد الله، مرحبا بكم. أهلا بكم. أهلا بك، حياكم الله. وعبر سكايب من تورنتو أستاذ الفكر السياسي في جامعة يورك الدكتور صباح الناصري. دكتور صباح، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بك عزيزي. اسمح لي أن أبدأ مع الأستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، بعد عام على الانتخابات، كيف ترى العراق في تصاعد صراعات شركاء العملية السياسية؟ إلى أين يسير العراق أستاذ عبد الله؟ تحية لك ولضيفك الكريم ومشاهديكم الأكارم. حياك الله. الفشل لسنة كاملة لا يعني الانتخابات، وإنما فشل العملية السياسية برمتها منذ بدء نشوئها إلى اليوم. وهذا الفشل أوضح للشعب العراقي طبيعة الصراعات ما بين الأحزاب السياسية الحاكمة أو المجموعات التي تحكم العراق. وهذه المجموعات بصراعاتها أصبحت نوعية تختلف عن السابق. طيب. الصراعات السابقة كانت توافقية بسيطة، المغانم واضحة وتوزع فيما بينهم، وحتى مشاكلهم مع كانت في عام 2010 الصراعات هدأت تماما بين هذه المجاميع، بسبب أنه ما يواجههم من خطر هو كان علاوي، أياد علاوي، فتجنبا لهذه المخاطر وقفوا ساكتين عن كل أي خلافات فيما بينهم. إلا أن اليوم أصبحت الصراعات واضحة. نعم. وصريحة، وهي وجودية بينهم ونوعية تختلف، لأنه الآن نوعية الصراع قطبي، كل مجموعة تريد أن تهيمن هي على هذه الكتلة داخل كتلهم. طيب. وكل العملية السياسية وكل أطرافها عندهم مشكلة أخرى مع الشعب العراقي. نعم. أزمتها مع الشعب العراقي، هذه هي الأزمة الأساسية، لأنهم استنفذوا كل وسائلهم، استنفذوا الوسائل العنف، الطائفية، مجموعات الإرهاب، كل هذه استنفذت ضد الشعب العراقي. اليوم الخلافات أستاذ عبد الله، الخلافات قديمة كانت والآن ظهرت إلى السطح؟ بالتأكيد. أم لم تكن هنا خلافات أصلا؟ أبدا، الخلافات موجودة على المغانم. نعم. لأنه هم عصابات جاءوا لاستحواذ على خيرات الشعب العراقي. نعم. هذه هو كل ناس تجتمع على غنيمة تختلف. طيب. هذه أمر ثابت. نعم. ولذلك هم ليس أحزاب سياسية، هم لم يختلفوا على برنامج سياسي. من يبني مدينة البصرة أو من يبني أولا العمارة أو البصرة أو 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 النجف. نعم. هم اختلفوا على مغانمهم، لم يختلفوا على أي شيء آخر. أما ما نراه من العراق خلال هذه الفترة، فالعراق يمر بمرحلة حاسمة. نعم. وليست مفصلية. المفصلية أن تذهب إلى جهة يمين أو إلى يسار أو سيء أو إيجابي. طيب. يعني طيب دكتور صباح، أجدد الترحيب بكم. يعني في ظل هذا الفشل وتنامي الصراع بين شركاء العملية السياسية، ولكن هناك دعوات أمريكية للحوار وتشكيل الحكومة، طبعا بعيدا عن العنف، هكذا تصرح الولايات المتحدة. ولكن في الوقت الراهن، هل ترى أن الأجواء مهيئة لحل الأزمة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي في الوقت الحاضر؟ لا طبعا لا، يعني أمريكا وبريطانيا وبلاسهارت لما يدعون للحوار يعني هم يحاولون ينقذون أذرعهم السياسية والميليشيات داخل العراق، اللي هو الإطار التنسيقي والميليشيات تابعة لإيران، اللي هم جابوها للحكم، فما يريد يدخلون عليها بكل سهولة، فيحاولون يجدوا لها مخرج. معكو. وبنفس الوقت هي إشارة للإطار والميليشيات أن أفضل شيء بالنسبة لكم يعني لوجودكم، لأنه إذا ما شكلوا حكومة وانحلت المنظومة، أول ناس راح تتحاسب وأقل حكم عليهم هو الإعدام نتيجة الخيانة والفساد والسرقة والقتل، والمجتمع الدولي يدرك هذا تماما. فالرسالة لهم كانت أنه خلوا حكومة الكاظمي لمدة سنة أو سنتين حتى نحاول نشوف لنا مخرج ونحافظ على وجودكم السياسي. فكل ما تدعي يعني بريطانيا وأمريكا وبلاسهارت في الحقيقة لإنقاذ المالكي والجعفري عمار الحكيم. نعم. والخزعلي وهاي الشلة نفسها. نعم. اللي تواطأت إياهم لمدة 20 سنة وخدمة مصالحهم بتدمير الدولة العراقية والشعب خدمة العراقي. خدمة المشروع الأمريكي أم الإيراني أكثر؟
هو كان اكو من البدايه تنسيق ما بين الطرف الايراني والامريكي للاتفاق على تدمير الدوله العراقيه. هذا اتفاق يعني واضح جدا، لان شكل العراق يعني تاريخيا كقوه اقليميه تمتلك موارد بشريه وطبيعيه وثقافيه، الاخ دائما يشكل قوه اقليميه، فيخوف طبعا ايران، يخوف اسرائيل وهكذا. فبالتالي كان هناك اتفاق على تدمير الدوله العراقيه وليس النظام السياسي، يعني مو حزب البعث ولا صدام حسين، انما الدوله العراقيه. فانت كيف تبلش الدوله العراقيه؟ مو فقط حل مؤسساتها، لان اعاده بناء المؤسسات سهل، اهم شيء انت تفكك الشعب. ولذلك سووا الدستور ما سووا 2005 اللي هو وثيقه محاصصه سياسيه وليس دستور بالمعنى القانوني الفلسفي، انما وثيقه سياسيه من اجل تفكيك الشعب الى مكونات. ولحد الان يستخدمون هذه المفردة، المكون واستحقاق المكون وهكذا. يعني هل الشعب هل نجحوا في ذلك دكتور؟ هل نجحوا في ذلك؟ لحد 2019 نجحوا في ذلك، نجحوا في ذلك، انهم فرضوا هذا التشيع الزائف الصفوي على المحافظات الجنوبيه، ثم ادخل داعش المحافظات الغربيه اللي هي صناعه ايرانيه امريكيه على داعش، حتى يربطون العراق وسوريا ولبنان بالبحر المتوسط بايران. وضربوا المحافظات الغربيه، والان يضربون كردستان، يقصفون كردستان ايضا، يضعوا الحزب الديمقراطي الكردستاني تحت ضغط نتيجه يعني قصف الكاتيوشات والصواريخ لك. نفس العمليه، الارهاب هو سياسه الارهاب، ما قننتها امريكا وايران في العراق. انا قلت هذا من 20 سنه، ما قننتها في العراق هو شيئين، الفساد والارهاب. هذا العمودين اللي واقف عليه هذا منظومه المحاصصه، وهي خدمه مصالحهم بشكل تام. اي تغيير في المعادله السياسيه في العراق، يعني خلينا نقول اذا الشعب فرض نفسه، ولاحظنا من خلال تشرين لحد 2019 المجتمع، ما يسمى المجتمع الدولي، كان يتفاوض مع هذه الميليشيات والاطار التنسيقي تنصيب رئيس وزراء من السفاره الامريكيه والايرانيه. 2019 مع ظهور الشعب العراقي كفاعل سياسي على المشهد السياسي خرب كل حساباته، ما كان حاسب. طيب دكتور، اود سؤالكم عن المجتمع الدولي، ولكن اسمح لي ان انتقل الى الاستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، بلاسخارت في إفادتها أمام مجلس الأمن الدولي ربما وضعت عنواناً كبيراً لإفادتها، مفاد هذا العنوان أن بقاء النظام في العراق على حاله يزيد الأمور سوءاً، هل تتفق مع هذا العنوان أستاذ عبد الله؟ العنوان بالحقيقة هو ديباجة فارغة ليست لها معنى، لأنه بلاسخارت ساهمت كثيراً في تغطية جرائم ضد الشعب العراقي في كل إحاطاتها السابقة لم تذكر شيئا، وهذه الإحاطة اليوم لو نقول أين كانت الإحاطة؟ في مجلس الأمن. طيب، ما هو مجلس الأمن اليوم؟ اليوم مجلس الأمن لا قيمة له، كأنه مجلس الأمم المتحدة اللي هو مجرد نادي يأتي الرؤساء يلقون كلماتهم وانتهت لا شيء. والإحاطة هي تعرف تماما أنه مجلس الأمن اليوم فارغ من أي معنى، فارغ من أي قوة، غير قادر على أن يفعل شيء لأي بلد آخر. الأزمة ما بين أقطاب مجلس الأمن الرئيسية أمريكا وروسيا من جهة، وحلفائهم من هنا الصين وهناك فرنسا وبريطانيا، ولكن هذا الخلاف ألغى دور مجلس الأمن، فهي كل ما أحاطت وصرحت وقالت لا قيمة له، لا قيمة له أبدا، بدليل. ولكن وصول موضوع العراق إلى مجلس الأمن الدولي في هذه الفترة، مجلس الأمن ليس له قيمة. يعني بدليل واضح أنه لم تخرج أي متابعة دولية ولا تقييم دولي ولا متابعة رسمية من مجلس الأمن أو من الأمم المتحدة أو من أمريكا على هذه التصريحات. لم يرد أحد عليها، لم أحد يتابعها، لم يدفع أحد ماذا بعد، يعني صرحتي وكملتي وتكلمت، فقط قدمت إفادتها، قدمت إفادة الموضوع. وهذه الإفادة يعني روتينية لا قيمة لها، ولا تغير من الواقع شيء، لا تغير من الواقع شيء. هي فقط أرادت أن تقول أن الفوضى الحالية ما بعد الانتخابات غير صالحة، ليس بمصلحة بقاء النظام، فإحنا نريد أن يبقى هذا النظام، فريد هذا الفوضى يجب أن تنتهي. طيب، هذا كل اللي أرادت تقوله، يعني لأنه هي تعرف تماما وبأنني موجودة في ولكن يعني في لفتة ربما تكون سلبية على جنين بلاسخارت، عندما خرجوا الشباب في ثورة تشرين عام 2019 قالت للشباب بأنه عادل عبد المهدي لا يمتلك عصا سحرية لتغيير الواقع، وقالت أكثر من هذا. قالت أنا لم أرى
قنابل دخانية في أجساد المتظاهرين. قالت لم أرى قتلة، لم أرى قناصين. هذه المرأة مخادعة وتقف ضد مصالح الشعب العراقي. لأنها هي موقنة أن هذه العملية السياسية هي عملية أمريكية. وأمريكا أيضا وضعت بعد ما خرجت عسكريا من العراق وضعت استراتيجية يسموها الاستقرار الهش. في بقاء هذا النظام هو الاستقرار الهش. شوفنا خلافات بسيطة على من يصير رئيس وزراء، جابوا أسلحتهم والصدام فيما بينهم، أصبح القلق شعبي عام. وبالتالي انتهت، صار هدوء. وأيضا في المرحلة القادمة قد يكون هناك مناوشات، وهذا هو السياسة الاستراتيجية الأمريكية. فمن إحاطتها هو الحفاظ على هذه، ولا لا قيمة له لا عمليا ولا دوليا ولا على الشيء يؤثر على الشارع العراقي. دكتور صباح، سمعت ما تفضل به الأستاذ عبد الله سلمان وقال بأنه الإفادة أو الإحاطة التي قامت بها جنين بن أسقارت أمام مجلس الأمن الدولي لا قيمة له، ولكن هل يمكن للمجتمع الدولي على أقل تقدير أن يعيد ترتيب الأمور في العراق؟ هل باستطاعته ذلك، قادر على ذلك؟ نعم، هو باستطاعته فعل ذلك، لأن العراق ما زال تحت وصاية دولية. والدليل على ذلك وجود بلاسخار والمؤمن المتحدة في داخل العراق، بإمكانه فعل ذلك. ولكن باعتقادي نتيجة ل... نعم دكتور، يبدو أننا فقط. دكتور هل أنت معنا؟ نعم أسمعك. أي نعم، تفضل تفضل أكمل. أي فاللي أريد أقوله بأن المجلس الأمن ملتهي بقضية روسيا وأوكرانيا. والتصعيد اللي قاعد يصير، ملتهي بقضية الصين وتايوان والتصعيد اللي أمريكا صعدت ضد الصين. الآن قلق جدا بسبب الاحتجاجات أو الثورة، أو خلينا نسمي الحالة الثورية في إيران ضد النظام، ضد نظام ولاية الفقيه. هذا أيضا نظام حليف الغرب حقيقة، يعني طول السنين هذه خدم الغرب، فأيضا متخوفين من هذه الحالة. فالعراق الآن صار تحت، يعني خلينا نقول بالأولويات، صار جوه مو مثل السابق. فبالتالي كل ما يتمنى المجتمع الدولي أن جماعة الإطار يعني من خلال الكاظمي تتفاوض مع التيار الصدري وتحاول أن تجد حل وسط. يعني مثلا باكر راح تصير جلسة برلمان، وراح يدخلوا لك أحصنة جديدة لرئاسة الجمهورية أو يمكن رئاسة الوزراء لإرضاء التيار الصدري، حتى يجودون في التوليفة يعني توافقية تمشي الحكومة. ترضي من دكتور صباح؟ التوليفة السياسية ترضي من؟ هم هذه مثل ما قلت الرسالة مال الحوار. قصد منها التيار الصدري، انه رسالة للتيار الصدري ايضا انه يدخل في الحوار مع الاطار، والاطار يقدم له تنازلات، وايضا بالنسبة للاقراط يعني يدخلون بمرشحين او ثلاثة او اربعة لرئاسة الجمهورية، يعني محاولة للالتفاف على الكارثة اللي صارت من سنة اللي ما موجودة في أي ديمقراطية في العالم، الالتفاف عليها والتمني بأن هذا ممكن ينتج في مخرج على الأقل لمدة سنة نوع من الاستقرار من داخل هذه المنظومة. هذا طبعا تفكير بالتمني ما راح يصير. أولا لأن التيار الصدر ما راح يوافق، مستحيل يوافق على يعني انقلاب الإطار التنسيقي والميليشيات على فوزة بالانتخابات. فبالتالي كل هذه مطالب الحوار ما لها معنى. أنا باعتقادي إحنا متجهين إلى مشهد تصعيد. طيب أستاذ عبد الله، لو انتقلنا إلى ما صرحت به النائبة حنان الفتلاوي، اعترضت على بيان البرلمان العربي الذي أدان القصف الإيراني على شمالي العراق، لماذا رفضت هذه الإدانة ولماذا تحاول أن تخلط الأوراق؟ من المستفيد من وراء كل ذلك؟ الحقيقة يعني اعتراضاتها لا يوجد فيها يعني خلط أوراق. يعني هم يعبرون عن الانتماء السياسي إلى إيران، وهذا واضح يعني، فلا يوجد دليل على هذا. هم هذه ليست المرة الأولى للوقوف إلى جانب إيران علني، يدافعون في كل قنوات، في كل مواقف السياسية وفي كل تصرفاتهم. هم يعلنون هذا إلى الشعب العراقي علناً، أنه إحنا نتبع إيران، نرى ما أي شعار تطرحه تشرين إحنا نقف ضده. لا إيران برا العراق تبقى حرة. هذا أمر يخصكم لا يخصنا، يعني إحنا تابعين إلى إيران. تبقى مسألة مهمة في هذه الإحاطة، تابعين سياسيا العراقي؟ بس أستاذ عبد الله، تابعين سياسيا؟ لا أبدا، أنت أمنيا.
لا، إيران لا تتعامل معهم على أساس سياسي، تتعامل على أساس أنهم عملاء تابعين، تتعامل معهم استخباريا. نعم. لا تتعامل معهم كسياسيين، بدليل أنه لا، لما يذهب أي واحد لم يلتقي مثلا بعضو برلمان، إذا ذهب عضو برلمان. نعم. أو وزير يلتقي بوزير، أي واحد يتكلم معه ضابط بالحرس الثوري أو باطلاعات يؤمره بتوجيهات معينة. تبقى نقطة مهمة بالنسبة للوفد اللي ذهب. نعم. يعني الجامعة العربية معروف لما تصدر بيانها هو يعني رغبات هذه الدول تمزج في هذا البيان. بالضبط. يعني يعني المغرب لها مشكلة في كذا قضية تطرحها، مصر. نعم. عندها كذا سد النهضة وما في سد النهضة وغيرها تطرحها. نعم. وأي دولة أخرى. نعم. بمعنى أن الوفد العراقي الذي ذهب إلى البرلماني إلى القاهرة غير منسجم. غير منسجم سياسيا. نعم. بمعنى أنه كل واحد أعطى رأيه. نعم. وحاول، لكنه الكفة الأعلى. نعم. لجماعة إيران. فلذلك الأصوات الأخرى انطفت، انتهت. هذه الإشكالية. فهم الناس يعني يعني يعلنون انتمائهم ضد، والوقوف هذا ضد التشرين وضد رغبة الشعب. نعم. العراقي أنه إحنا مع إيران. طيب دكتور صباح، عملية أو ما صرحت به حنان الفتلاوي هل له علاقة بجينات الانتماء؟ طبعا كانت تمثل إطار التنسيقي، ما كانت تمثل العراق بهذا. نعم. التصريح. وحقيقة يعني أنا استغرب من البرلمان العربي، لأنه أي نظام داخلي لأي برلمان مثل البرلمان العراقي، لما هذول النواب يحلفون بالقرآن أنهم يدافعون عن سيادة العراق ومصلحة الشعب العراقي وكذا، ثم يدافعون عن مصالح دولة أخرى، هذه كارثة تطردهم من مجلس النواب، تنفصل، لازم ينفصلون، تنتهي عضويتهم. بس المشكلة احنا صرنا من وراء هذول الناس صرنا حقيقة مضحكة بكل مكان بالعالم. يعني أنا حتى صرت استعجل عن عراقي، لأنه مو معقول. يعني انظر إلى وجوه النواب في البرلمان العربي عندما هذه المسمى فتلاوي. نعم. دافع عن مصالح إيران وما تريد تستنكر ولا تشجب قصف إيران وقتلها للعراقيين في كردستان وقطع المياه عن العراق، وهي هي قالت دكتور صباح، عفوا، هي قالت يجب إدانة كل التدخلات وليس فقط إيران، هذا ما صرحت به. هي المشكلة كانت قطع المياه عن العراق، وهم انتقدوا تركيا وإيران هي اللي قطعت المياه عن العراق. كان شو يسوون؟ يعني يحطون اسم الكويت السعودية، كانوا هذول يقاطعون عن الماء. نعم. مو هي بس إيران وتركيا، وانتقدوهم اثنينهم بس. نعم. الأخت أخذت الحمية والغيرة، شلون جبتوا اسم إيران؟ شلون جبتوا اسم المقدس، اسم المعصوم؟ يعني هذول الناس حقيقة، يعني شوف أنا من الجنوب، من البصرة. نعم. يعني من أصول شيعية. نعم. نعم. هذول الناس إجوا للحكم باسم الحسين وباسم مظلومية الحسين، وقطع المياه، هذا قطع المياه قضية، يعني الأسطورة هذا من قطع المياه عن الحسين، يعني هذا له تأثير عاطفي. نعم. على الشيعة في الجنوب. الآن إيران مثل ما قطعت الماء بالمناسبة على الحسين في معركة الطب، 6000 واحد. نعم. من النبال كانوا الفرس مو عرب اللي قتلوا الحسين وقطعوا عنه الماء، هسه تقطع عنه الماء وتدافع عنهم، لعد أنت تجيبين اسم الحسين بحلقة شنو؟ مو أنت. نعم. أتفه من تجيبين اسم الحسين بحلقة. نعم دكتور يعني صباح. التاريخ. نعم. العربي والشخصيات العربية هذه العظيمة اللي إلها موقف تاريخي وأخلاقي، ويعني نزلوها إلى أسفل السافلين، ولذلك يعني حتى المجتمع الشيعي الجنوبي. نعم. يعني لما نار وفي تشرين أغلبية. نعم. المشاركين في تشرين من محافظة الجنوبية، لأنه كرهوا حتى المذهب من وراهم. يعني مو معقول. نعم دكتور صباح. نعم أنا آسف ولكن لضيق الوقت، عبر سكايب من تورنتو أستاذ الفكر السياسي في جامعة يورك الدكتور صباح الناصري، شكرا جزيلا لكم. وكان معنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد الله سلمان، شكرا جزيلا. شكرا لكم سيدي الكريم. شكرا.